حياكم الله. تنمية في الجنوب وبكك في الشمال وفي الوسط أردوغان. 13 عاماً والملفات معلقة لأن الطائرة لم تقلق. مياه ونفط وتنمية وتجارة، اقتصاد ومصارف وأمن، هو الملف الأبرز. 26 اتفاقية ومذكرة وقعت على طاولة بغداد، تبدأ بالإطار الاستراتيجي مروراً بالاتفاق الإطاري ووصولاً إلى الكهرباء والطاقة والاتصالات، وسط تباين في الآراء السياسية والشعبية بين المتفائل الذي يرى ذوبان الأزمات مع اشتداد الحرارة في العاصمة بغداد، وبين المتشائم الذي لا يرجو التزاماً من تركيا، وبين المحايد الذي يراقب بصمت من خلف الكواليس. فمن هو صاحب الرأي الأرجح يا ترى؟ هذا ما سيكشفه الواقع للتواقيع على الورق. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث تم الاتفاق على 24 مذكرة تفاهم وأطلاق مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون بين البلدين على المستويات الأمنية والاقتصادية والتجارية وملف المياه والطاقة. اليوم لدينا 4 محاور أساسية، سوف يتم توقيع اتفاقية، أكثر من 20 اتفاقية بين الجانب التركي والجانب العراقي. تتمحور هذه الاتفاقيات على محور الأمني وهو المحور الأساسي، محور الاقتصاد والاستثمار، محور الموارد المائية وتنظيم العلاقة المائية بيننا وبين تركيا، إضافة إلى طريقة التنمية ومشروع طريقة التنمية وهو السمة الأبرز ربما لهذه الاتفاقيات. هناك حاجة بين البلدين لحل الإشكالات والمشاكل العالقة بين الطرفين. وزارة التجارة توقع اتفاقية اقتصادية شاملة مع الجانب التركي لإقامة شراكة عميقة الجذور مع تركيا في جميع المجالات، لا سيما التجارة والخدمات اللوجستية والمقاولات والاستثمارات والطاقة والسياحة. تم عقد هذا الملتقى بحضور أكثر من 80 شخصية تجارية متميزة في تركيا مع تجار وأصحاب العمل العراقي. حقيقة من خلال اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة وضعت نصب عيننا هو تدليل جميع المعوقات أمام التاجر العراقي والتاجر التركي، أو هدفنا هو تطور هذه التجارة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. إن شاء الله من خلال هذه الاتفاقيات أو هذه مذكرات التفاهم سيكون ولادة جديدة لهذه العلاقات ومستقبل أفضل. وعد خبراء في الاقتصاد أن أهم ملفين في زيارة أردوغان إلى العراق هما الأمن والتجارة، مؤكدين العمل المشترك بين البلدين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة، خصوصا مشروع طريق التنمية الذي سيوفر آلاف فرص العمل. أهمية هذا الطريق عالي جدا، لأنه يعتبر وارد هذا الطريق ما يعادل نصف وارد النفط العراقي، ويعتبر خط معادل وبديل إلى معبر قناة السويس. البضائع الأوروبية والتركية والأمريكية التي تأتي للعراق وللخليج تستخدم هذا الطريق لاختصار الوقت واختصار الكلف المادية للشحن. تقريبا أكثر من 100,000 فرصة عمل راح يخلق هذا الطريق. أثمرت زيارة أردوغان إلى العراق توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، أبرزها ملفات المياه والاقتصاد ومشروع طريق التنمية، إضافة إلى حل الخلافات التي دامت أكثر من عقد. من بغداد شعبان سامي، الأيام الفضائية. حوار ملفنا الأول راح يكون مع المحلل السياسي علي البيدر، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في الشأن السياسي من تركيا مكرم القيسي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ، بداية كيف تقرأ زيارة أردوغان إلى العراق في هذا التوقيت؟ نعم، طبعا هذه الزيارة مهمة لعدة أسباب. أولا واقع المنطقة وكذلك واقع العراق، عندما نتحدث عن اضطراب إقليمي واستقرار عراقي، يجب يعني على العراق وعلى دول المنطقة المستقرة كتركيا أن توسع مساحة الاستقرار على
حساب مساحة الاضطراب التي تشهدها جراء العدوان الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، ويذهب ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء في فلسطين. وبالتالي عندما نجد تناقض، يعني العراق شكل حالة من التناقض تعد عكسية عندما نتحدث عن اضطراب، وفي نفس الوقت يتحدث العراق عن ذهابه إلى مشاريع استراتيجية على المستوى التنموي والاستثماري تعزز حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وتدفع باتجاه خلق فرص عمل، خلق مشاريع، تقليل البطالة، زيادة يعني أو تعزيز حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ تشكيل حكومة السوداني حتى يومنا هذا. زين، حكومة تركيا جادة، دائما احنا ما نشوف اكو تجاوزات تركية في الشمال العراقي، اكو هواية ملف المياه. اليوم هذه الزيارة حلت هذه المشاكل؟ لو مجرد مذكرات واتفاقيات على الورق مو اكثر. يعني هي الزيارة بحد ذاتها معنوية، يعني لن تكون قاطعة بحل هذه الأزمات. هذه الأزمات تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى منهاج، لكنها ربما تطلق. لا، شنو معنوية؟ ايش تقصد بالمعنوية؟ يعني اليوم الزيارة بعد ما تنتهي ما راح تنحل المشاكل، صح لو لا؟ المشاكل باقية، لكن هي تعتبر صافرة بداية للشروع بمعالجة هذه الأزمات. وليش هذه الزيارة ما تحل اليوم؟ ليش ما تطرقوا إلى مثلا زيادة الدفعات أو الإطلاقات المائية؟ نعم، الحصص المائية العراقية. العراق سيطلب من تركيا بشكل يعني تراتبي زيادة الدفعات المائية، وإحنا حتى يعرفون السادة المشاهدين، نعم، يعني العراق يعني لا يعيش أزمة مياه. يعني عندما نتحدث بموضوعية، هو يعيش أزمة إدارة المياه. إحنا نغرق بالشتاء، إذا عندنا مي بس إحنا ونعطش بالصيف، ونعطش بالصيف ما نعرف ندير هذه الوضعية. لذلك يعني سوف يشرع الطرفان بالذهاب إلى عمق هذه الأزمات ومعالجتها مع وجود خطط وبرامج وتوقيتات زمنية. تركيا اليوم ملزمة باللجوء إلى العراق، ويعد متنفس ورئة للاقتصاد التركي حتى للأزمات السياسية. حجم التبادل التجاري، نعم، 20 مليار لصالح تركيا. نعم، يعني اليوم احنا راح نتحول إلى بلد مستهلك، بينما تركيا بلد مصدر. هاي مو أوراق ضغط حتى نفاوضهم على ملف المياه يا أكيد أستاذ؟ أكيد العراق يمتلك الكثير، لكن إحنا لماذا نذهب إلى عزمة؟ لماذا لا نصنع حل؟ الحل يكمن في إيجاد مشتركات يستفيد منها الطرفين، وهنا نتحدث عن طريق التنمية الذي يعد العامل المشترك الأكبر بين العراق، نعم، والجانب التركي. حتى نجد اليوم دخول أطراف خليجية، وبكرة سوف تدخل بعض الدول الأوروبية التي تستفيد من هذا المشروع. وبالتالي يعني اليوم البيئة بشكل يعني واضح وجلي أنها تساعد على خلق علاقات متزنة، علاقات عنوانها المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وبالتالي موقف تركيا يتطلب اليوم، نعم، أن تقف إلى جانب العراق وأن تحقق كل ما يريده المقتضيات الحالية. نعم، نعم. أستاذ مكرم، أرحب بحضرتك من جديد وأسألك، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى أي مرحلة ستنتقل العلاقات بين العراق وتركيا وعلى الصعد كافة؟ نعم، تحية لك مرة أخرى. حياك الله. في الحقيقة يعني هذه الاتفاقية سوف تكون عملية تحول ما بين العلاقات التركية العراقية. اليوم هذه الـ 26 مادة و 26 نقطة لو نفذت بالشكل الصحيح، سوف يكون العراق على مدى 10 سنوات، اللي هي مدة الاتفاقية، سوف يكون العراق من الدول المتقدمة. اليوم العراق بحاجة إلى تطور جديد داخل العراق بكافة المجالات، المجال الأمني والمجال التجاري والاقتصادي والمياه والري والزراعة. تركيا الكثير يعرف أنها تعتبر من الدول المتقدمة، من الدول اليوم تتبادل تجاري مع العراق ما يقارب 20 مليار دولار، وتطمح، وإحنا أيضا نطمح كعراقيين أن يزيد هذا التبادل التجاري، في نفس الوقت أن يكون تبادل بالاستثمار ما بين العراق وما بين تركيا. يعني مو فقط إحنا يكون العراق مستورد ومستهلك في نفس الوقت، لا، بل أن يستثمر، يكون أنه يشغل الأيادي العاملة داخل العراق. غير طيب. هذا أنه اليوم مشروع التنمية اللي موجود، اللي هو يعتبر الشريان، يعني اللي أيضا راح تستثمر عنده، أنه تركيا اليوم تعتبر بلد مصدر للعالم، ممكن أن تستغل هذا الطريق
في التجارة التركية، والعراق راح يكون مستفيد من هذه عبر الجمارك، عبر الضرائب التي تدفع من خلال هذا المشروع. اليوم اكو كثير امور نوقشت في هذا الموضوع، في هذا في عدة جوانب. العراق بحاجة يبني علاقات جديدة ليس فقط مع تركيا، لا بل مع السعودية، مع الأردن، مع أمريكا، مع ألمانيا. هذه كل الدول أنه تساعدك على تنمي المجتمع العراقي وتنمي البنية الاقتصادية جيدة. لكن هذه الدول نعم أستاذ مكرم، هذه الدول دائما ما كانت داعمة للعراق سياسيا، لكن أي شيء متحقق على أرض الواقع. وحضرتك قلت ربما هذه الزيارة ستنقل العلاقات بشكل نقلة نوعية كما تفضلت إذا نفذت بالشكل الصحيح. ما هو اليوم المواطن يسأل ليش دائما ما تنفذ بالشكل الصحيح؟ بالنسبة للجانب التركي، يعني الجانب التركي يعاني من مشكلة أنه تواجد البككة يعتبرهم أنه منظمة إرهابية ضد الحكومة التركية، بالتالي أنه تعتبر العراق حاضنة لهذه المنظمة، وهذا ما يزعج تركيا. أما المواد الأخرى والفقرات الأخرى ممكن الجلوس والنقاش بها. فيما يخص موضوع الماء، اليوم إحنا كثير نعرف أنه تركيا اليوم معروف عنها والمشهور عنها هي بإقامة السدود، مثل ما تفضل ضيفك أنه إحنا ما نعرف أنه شلون نستثمر الماء، لا بالأمطار ولا بالحصة المائية التي تأتي من تركيا. بالتالي اليوم ممكن أن نستعين بالأتراك أنه يساعدونا في مجال الري وفي مجال الزراعة. المشكلة اللي نقول إحنا عندنا مشكلة بس نبدأ مشكلة علينا، أو نقول على الجانب التركي أيضا نقول أكو مشكلة، لا، إحنا أكو فقرات وأكو نقاط يجب الاتفاق عليها. بعد إنهاء موضوع الفككة داخل العراق، بالتالي ممكن اليوم أن يدعو الوفد واللجان المشتركة ما بين العراق وتركيا، بالتالي يقدر يحطون النقاط على الحروف، أي بمعنى أنه تركيا طلبت انهاء الفككة تواجدها داخل العراق، بالتالي اليوم اكو مطالب طالب عراقيه يجب على تركيا تنفيذها كالماء وغيرها من الامور الاخرى. يعني هي عمليه تبادل مصالح يعني الطرفين التركي والعراقي. ينجح المفاوض العراقي بكسب هذه المعطيات لصالحه؟ اليوم كل ما دار في هذه الزياره، هل تتوقع ان المفاوض العراقي نجح؟ يعني من الناحية الشكلية نعم ناجحة، اليوم الزيارة كانت ناجحة والزيارة موفقة، واعتقد يعني واحنا نريدها على فد على الورق، يعني احنا نريد على واقع الحال على الارض اليوم تنفذ هذه الاتفاقيات، المشروع اللي يقتضي انه يشرع عليه بالبرلمان، البرلمان لازم يشرع عليه. اليوم اي نقطة اي مشروع يخدم المواطن العراقي لانه مع هذا المشروع، بالتالي هو خدمة المجتمع العراقي. ويجب ان يكون انه الجهه الاخرى، الجهه السياسيه العراقيه، انه الاشخاص، الوزراء، رئيس الوزراء يقعد بالتفاوض بالمعقول اللي يخدم الطرفين، يخدم الجانب العراقي ويخدم الجانب التركي. مثل ما تفضلت قبل قليل انه اكو نقاط اساسيه يجب المحاوره بها. نعم وضحت اللي هي الفككه والماء والزراعه والتجارة والتبادل التجاري، كثير من هذه الامور بالتالي تعقد ويتفق عليها أمام الملأ، أمام بشفافية تامة. يعني اليوم الاتفاقيات كانت بشفافية مو تحت الطاولة، لا بل فوق الطاولة والأمام الجمهور. ليش كانت أكو اتفاقيات مع الجانب التركي تحت الطاولة؟ وباختصار لو سمحت. نعم نعم. كانت أكو اتفاقيات مع الجانب التركي تحت الطاولة وباختصار. لا لا، أعتقد أنه هذه الزيارة غير الزيارات السابقة، لأننا نعرف أنه صار 14 سنة ما يقارب أنه لا توجد أي اتفاقات، بل كانت العلاقات شبه متأزمة مع تركيا. اليوم علينا إحنا، ولد اليوم علينا نتفق بهذا الاتفاق بوجود حكومة عراقية وحكومة تركية. طيب نعم. أستاذ لنتحدث بصراحة، اتفاقية الإطار الاستراتيجي إلى أي مدى تخدم العراقيين؟ نعم، هي لا تخدم العراق فحسب، بل تخدم الطرفين وحاجة العراق لتوقيع هكذا اتفاقيات ممكن أن تعالج الكثير من الأزمات. نتحدث عن الأزمة الأولى التي يعني يهتم بها العراق، وهي الأزمة البيئية، عندما نتحدث عن رغبة تركيا بمساعدة العراق في معالجتها وتقديم الكثير من التجارب التي يمكن اقتباسها داخل الساحة العراقية. في مقابل ذلك نتحدث عن الذهاب إلى خيارات تنموية مثل الطريق الذي سوف يربط البلدين، ومن ثم القفز ويعني الانتقال إلى مرحلة يكون فيها العامل الأمني هو
عامل مشترك بين الطرفين، والذهاب إلى يعني تنويع العلاقة بين البلدين ممكن أن يساهم في يعني نتحدث عن استقرار البلاد أكثر، نتحدث عن وجود رغبة لشركات أخرى أو دول غير تركيا أو غير الشركات التركية للعمل في العراق. نعم. بعد أن يعني تطمئن على الواقع العراقي، وهذه الاتفاقيات هي رسالة إلى المنطقة الإقليمية بشكل خاص وإلى دول العالم بأن العراق يعني يمتلك بيئة استثمارية مناسبة، يمتلك واقع جيد، يمتلك أرضية خصبة لتنفيذ العديد من المشاريع، وهو بيئة بكر. نعم، والاتفاقيات مثالية على الورق، لكن سؤال حضرتك تنفذ على أرض الواقع لو لا؟ نعم، حاجة الجانبين إلى تنفيذها سوف تجبر، يعني خصوصا نتحدث عن تركيا، وهنالك نقطة مهمة في هذا الموضوع. يعني في السابق حتى كان العراق عندما يوقع اتفاقية أو يوقع مذكرات تفاهم نجد أنه الطرف الآخر يمتلك عذر أو حجة لعدم تنفيذها كون الساحة العراقية غير مستقرة، وهذا لكن هم جزء ما يضعف من عدم الاستقرار. نعم، ما يضعف موقف المفاوض العراقي عندما يتحدث الأجنبي يقول لك انطيني بيئة مستقرة أنا مستعد أشاركك في هذا. نعم، بيئة استثمارية مناسبة. وكما هو معلوم رأس المال جبان أو قلق يبحث عن الاستقرار والأمان. ليش ما نشوف أنه هنالك مشاريع يعني تركية نفذت في إقليم كردستان وكانت شبه مثالية على الأرض وجرى الاستفادة منها؟ عندما يعني استقر العراق نجد أن هنالك ذهاب الكثير من الأطراف وتسليطها الضوء على المشهد العراقي، وبالتالي وجود رغبة جامحة تجبر تركيا أو غير تركيا على تنفيذ ما اتفق عليه لحاجتها الماسة إلى ذلك. من مصلحة تركيا أن تنفذ هذه المشاريع على الأرض العراقية؟ لها مصلحة بتنفيذ هذه المشاريع؟ طبعا الدول هي أسيرة لمصالحها، وأي خطوة تتحرك بها تركيا تجاه يعني المشهد العراقي لها ألف حساب، وهي تريد إلى حد ما يعني أن تتنفس من خلال العراق وأن تفرق أزمة. تتنفس ب20 مليار، يعني بصراحة خلنا نتحدث. الدول يعني لديها مطامع اقتصادية في كل الاتجاهات، وقد ترى هذه ال20 مليار هي تريد أن تنافس البضاعة الإيرانية والبضاعة العراقية والبضاعة الخليجية وحتى المناشئ الصينية وغيرها بطرح منتجاتها داخل الأسواق العراقية. هذه يعني من صالح المواطن العراقي أن يكون لديه عدة خيارات وهو يختار الأسهل. نجد أي بس هاي بيجي حالة تركيا إذا لكن النقطة الأهم قلنا إلى مستهلك. النقطة الأهم لا تكون العلاقات العراقية التركية على حساب مثلا العلاقات العراقية الإيرانية. نحن لا نريد أن نكون سبب في خلق أزمة أو على حساب العلاقات العراقية الخليجية وغيرها من العلاقات، بالتالي العراق يحتاج إلى توازن في هذه العلاقات. من سؤال اليوم، تركيا راح تفتح فرص استثمارية لكسب الأيادي العاطلة في العراق؟ نحن بهيجي حالة راح نتحول في سوق مستهلك. نعم أكيد، أي حركة اقتصادية نتحدث في مجال الصناعة على وجه التحديد هي ممكن أن تشغل 4 إلى 6 يعني فرص عمل أخرى خارج هذا الإطار وبطرق غير مباشرة، وبالتالي اليوم لدينا طريق يمتد إلى 3 سنوات إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يعني نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، وبالتالي سوف يكون أرض خصبة لامتصاص البطالة وتقليل الفقر في البلاد. أستاذ مكرم، بصراحة اليوم نتحدث عن الملف الأمني، العراق وتركيا وحدة أمن لا يمكن تجزئتهما، هذا ما تفضل به السيد السوداني. اليوم إلى أي مدى ممكن معالجة موضوع البككة في الشمال العراقي وإيقاف التجاوزات التركية على السيادة العراقية؟ نعم، بالنسبة للموضوع الأمني هو متوقف على إدارة الحكومة العراقية. يعني في حالة أنه اليوم تركيا عندما تقوم بقصف الأراضي العراقية أنه موجودة تجمعات البككة داخل هذه المناطق والأراضي الموجودة شمال العراق، ولكن بعد انسحاب هذه القوى وخروجها من العراق اليوم ما ممكن انه تركيا، ولا معقول انه تركيا تقوم بالتجاوز على الاراضي العراقيه، لان لا يوجد اليوم لا حجه ولا ذريعه. لا استاذ مكرم، لو سمحت لي. نعم. في هذه النقطه اكو اتفاقيات دوليه تسمح للجانب التركي بالدخول للاراضي العراقيه وفق مسافه معينه، يعني حتى نعم. بالقانون اذا كان موجود البككه فمو من حق تركيا بناء القواعد وهذه الأماكن العسكرية الموجودة الآن في الشمال العراقي. نعم، مو هي القصة السيدة الفاضلة، القصة
انه اليوم اكو تواجد البكك هو هذا ما يدفع تركيا الى القصف وضرب الاراضي العراقيه او بناء قواعد، ولكن في حاله انه عدم تواجد هذه القوات واخفاها من العراق او ترحيلها الى دول اخرى، يعني ما اعرف باي طريقه من الطرق، بالتالي اليوم تركيا ما يمكن انه تقيم قاعده داخل الاراضي العراقيه، لان لا يستوجب اليوم وجود القوات التركيه داخل العراق. اليوم احنا الموضوع هو متروك للحكومه العراقيه، وتركيا انه فاتحت الحكومه العراقيه اكثر من مره على تواجد الفككة، وبالتالي انه الحكومه لم تستجيب الى غايه اليوم، يلا تم الاستجابه لهذا الموضوع، واذا تم يعني هذا الموضوع مضى بشكل صحيح انه واعتبار الفككة غير موجودين على الاراضي العراقيه، فما اعتقد انه الجانب التركي راح يستمر بضرب الاراضي العراقيه، لان لا توجد اي شيء اي مبرر. لا هو عندهم مبرر، لا الجانب التركي عنده مبرر استاذ مكرم، اتفاقيه لوزان اليوم وشوفها راح تعود للواجهه لو هذا شيء مستبعد. لا هذا الشيء هو اصلا مستبعد سيدتي، انه ما موجود، يعني اليوم الا اكو سبب يلا يحدث شيء، اذا ماكو سبب ما ممكن انه يحدث اي شيء داخل الاراضي العراقيه. يعني مثل ما قلت لك اني يعني اكو عده اسباب لتواجد هذه القوات، في نفس الوقت انه الموضوع الامني والتدخل التركي داخل العراق هو المسؤول عليه الحكومه العراقيه اكثر من الحكومه التركيه، العراق هو صاحب القرار، اليوم وصفهم انهم منظمه ارهابيه، بالتالي عدم تواجدهم داخل العراق في حاله عوده القوات التركيه بقصف العراق هنا راح يكون الكلام اخر، ما يعني الحجه، ما هي الذريعه، ما السبب اللي استوجب انه العراق ان يقصف، يعني هاي كل هاي الامور هي متعلقه بعد انهاء الملف، يعني بعد ما تخلص المشكله، بالتالي احنا لا نفرض فرضيات هي بالاساس احنا المشكله بعد لغايه وضحت الفكره. طيب سؤالي لحضرتك، اليوم الكتل السياسيه داعمه للحكومه العراقيه في هذا المجال في طرد البكك باعتبارها منظمه ارهابيه من العراق لولا؟ اي كتل سياسي؟ احنا عندنا كتل سياسيه سنيه وعندنا كتل سياسيه شيعيه، فارجو التحديد يعني. لا انت حدد حضرتك، أنا دا أسأل حضرتك، أنت حدد من خلال قراءتك السياسية، تشوفك كتل داعمة لولا؟ يعني بالنسبة للكتل السياسية الشيعية نعم داعمة لهذا الموضوع الفككة، يعني نقول أنه اليوم الفككة ما تأخذ التومين، ما تأخذ الدعم اللوجستي، من يحتضن هذه ويعتبروه أنه جزء من المكون، اعتبروهم يعني مدعومة نقول بين قوسين نقول من إيران. واليوم الكتل الشيعية انه لا تجد انه ضرر من تواجد الفككة في شمال العراق، يعني في بصراحة، فبالتالي انه نعم اكو انه الكتل الشيعية لا تريد انه اخراج، لكن الكتل الشيعية بغالبيتها داعمة لحكومة السيد السوداني من الالف. نعم هي نعم هي داعمة، يعني هي السياسة يا سيدتي السياسة شنو؟ هي مصالح، اليوم اذا اقتضت المصلحة الكتل الشيعية اخراج الفككة من العراق تخرج خلاص انتهت القصة. والكتل السنية والكردية؟ نعم نعم الكتل السنية والكردية اليوم داعمة لخطوات رئيس الحكومة؟ اي نعم، يعني دليل على ذلك انهم مشاركين وياه مع رئيس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة، اليوم الكل هو يثني على عمل رئيس الوزراء سواء الكتل السنية او الكردية، يعني احنا هذا اللي قاعد نشوفه من خلال قراءتنا. استاذ مكرم، هي الكتل الشيعيه قابل مشاركة بالعمليه السياسيه؟ لكن نعم على نعم أي نعم مشاركة، ولكن اليوم هو الدور الحقيقي، خلينا نحكيها بصراحه ومصداقيه، انه الدور الحقيقي والاغلبيه الموجوده سواء كان في البرلمان وفي الحكومه انه هو الدور للشيعه الكتل نعم السياسيه الشيعيه. وضحت الفكره استاذ دليل على ذلك اليوم نعم هم من يشكل رئيس وزراء، هم من يقوم بتشكيل رئيس البرلمان، يعني هاي حقيقه شغله رفعت ايد بالبرلمان. طيب. وعدد اصواتهم اكثر من الكتل الاخرى. وضحت الفكره، اذا استاذ علي اليوم بالكتله الكبرى والمكون الاكبر الموجود، اليوم البرلمان داعم لخطوات الحكومه العراقيه؟ نعم، طبعا مواقف حكومه السوداني وحاله التقدم والنجاح او بمفهوم اوسع الاصلاح الذي يحدث سياسيا اقتصاديا وخدميا حكوميا هو محرج للجميع، ولا تمتلك الكتل السياسيه غير وسيله الدعم والمسانده للسيد السوداني، لان بصراحه انه حتى يعني مجيء حكومة السوداني لم تستطع أي حكومة تحقيق ما حصل اليوم، هسه هاي صارت ضربة حظ،
لعبة من رجل دولة، الظروف ساعدت السوداني، لكنها لا نتحدث بواقعية. نعم. يقول لك السيد السوداني يحظى بدعم سياسي. نعم. وبدعم شعبي كبير. نعم، يعني الشعبي ببراءة بعفوية يشوف. نعم. خدمات يدعم، يشوف غير شيء يقف منجزات على أرض الواقع. نعم. يحترم. أحسنتي. لكن السياسة بها مناورات وإلى آخره، وبها مصالح هواية، لكن المنظومة السياسية حتى التي تتحفظ على خطوات الإصلاح التي يقوم بها السوداني لا تمتلك بشكل معلن أن تقف بالضد منها، كونها سوف تكون يعني بوضع مخجل أو محرج بالنسبة لها، وبالتالي الجميع يدعم السوداني اليوم سواء مكرها راغبا. لا هي هذه. نعم. النقطة حضرتك ايش قلت؟ قلت الكتل السياسية مجبرة تدعمه في العلن، لكن في الخفاء هل تضع له العراقيل؟ السؤال. نعم أكيد، يعني مفهوم أو الإصلاح بمفهومه المطلق قد يضر الكثير من الأطراف السياسية والتيارات والأحزاب والبرامج، لذلك هي تحاول بعض الأطراف خفاء أن تعرقل الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها السوداني، لكن إرادة السوداني القوية ومنهاجه القويم ودعم الشارع والنجاحات المتحققة سوف تجبر الجميع. طيب. على الإعلان عن تأييده لهذه الحكومة. ملف الطاقة شلون راح يشوف العراق؟ راح يستثمر هذا الملف بطريقة صحيحة؟ يعني اليوم نجد هنالك ارتفاع بأسعار النفط، ونجد انه هنالك اقبال كبير على استثمار الطاقة بشكل امثل. الطاقة. نعم. العراقية تشكل فارق في السوق العالمية، وعندما نتحدث عن يعني دعم هذه المشاريع بمشاريع الغاز المستقبلية واستيراد الكهرباء وإلى آخره، ممكن للعراق أن يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب عبر يعني زيادة إنتاج الطاقة، وبالتالي يمكن أن يكون سوق جديدة. نعم. للطاقة على المستوى الإقليمي، يسحب البساط من تحت بعض الدول وبعض. طيب. أستاذ مكرم الشركات. نعم نعم أستاذ مكرم، الجانب الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة، اليوم اكو استثمارات في مجال الطاقة، اليوم العراق راح يستطيع استثمار هذا بالشكل الأمثل والأصح؟ نعم، يعني من خلال زيارة السيد السوداني إلى أمريكا، يعني حاول أن يبني يبرم بعض العقود مع شركات النفط العملاقة في استغلال واستثمار النفط الموجود والطاقة داخل العراق، ولكن هم نرجع إلى نفس النقطة، هل تتم هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟ العراق اليوم يعني اليوم مستوى سعر النفط جيد جدا، العراق عليه أن يستثمر النفط والطاقة الموجودة، من المعيب اليوم العراق يستورد الغاز السائل لغاية لغرض الكهرباء، واليوم الغاز الموجود داخل العراق أنه يكفي العراق ويكفي التصدير إلى الخارج، بالتالي. نعم. العراق اليوم عليه كوزارة نفط عليها أنه استثمار التعاقد مع الشركات العملاقة العالمية مثل شل وغيرها، أنها تتعاقد معهم الحكومة العراقية على استخراج الغاز، بالتالي يكفي ما يكفي لمشروع الطاقة الكهربائية والاكتفاء الذاتي داخل الأراضي العراقية أحسن مما اليوم الغاز العراقي قاعد يحرق بالهواء، بالمقابل قاعد نستورد الغاز بمبالغ هائلة، وهذه المشاريع للمستقبل البعيد ممكن أن العراق يبدأ يصدر الغاز مو فقط النفط، كل هذا العمل وهذا الجهود المفروض أنه تقوم به الحكومات السابقة، ولكن إحنا اليوم علينا أنه نبدأ نعمل من اليوم فصاعدا لبناء عراق جديد، وهذا كله نرجع نكرر مرة أخرى أنه يجب أن يطبق لا نريد شيئا على الورق. هي هنا النقطة أستاذ مكرم، الشعب العراقي هي هذه هنا النقطة من التصريحات والشعارات. نعم بالضبط. نعم. راح تسوف هذه المشاريع لو راح ترى النور، وشون ممكن الضغط على الحكومة لكي ترى هذه المشاريع النور وبالتالي المواطن يستفيد؟ يعني هو هذا القرار هو بيد الحكومة، هي الحكومة السلطة اليوم مو بيدي ولا بيدك، اليوم الحكومة اللي هو بيد السلطة الرجل اللي يستطيع أن يقوم بهذه المشاريع هو يسمى رجل الدولة، بغض النظر عن المسميات زيد عمر سين صاد مو مهم. نعم. المهم انه تبني مؤسسات، وهذه المؤسسات هي ما تدير العراق، والشخوص متبدله كل سنتين كل اربع سنين كل عشر سنين ما مهم، المهم التاسيس المشروع، بالتالي هذا المشروع راح يبقى على الاراضي العراقيه ويستثمر عند الشعب العراقي. نعم. اليوم بس الرجل اللي يقوم بهذه المهمه ويقوم
بمثل ما نقول افتتاح هذه المشاريع واستغلالها واستثمارها، هنا نقول بدأ العراق انه يتناول يبدا يشكل الاقتصاد الجيد بالمنطقه الاقليميه والعالميه. شكرا جزيلا الاستاذ مكرم القيسي الباحث في الشان السياسي، حياك الله، كنت معي عبر سكايب من تركيا. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ علي البيدر، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات. اذا ختام ملفنا الاول راح يكون بابرز الاراء المطروحه في منصه اكس حول زياره الرئيس التركي الى العراق. والآن نفتح ملفنا الثاني لحلقة اليوم بإنفوغراف عن مشروع بناء الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الصينية لنتاب. محور حديثنا لهذا الملف راح يكون مع المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومية الدكتور حيدر مجيد، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بداية نبدي، كم يبلغ عدد المدارس المنجزة حتى الآن؟ تحية طيبة لحضرتك والسيدات والسادة المشاهدين. بالتأكيد هذا الملف هو واحد من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي. نعم. كونه يعد ملف حيوي واستراتيجي له تماس مباشر مع جيل المستقبل، والعراق يشهد نقص حاد في الأبنية المدرسية على مر السنين الماضية وبحاجة إلى دعم البنى التحتية لوزارة التربية. المنجزة لغاية الآن هو 150 مدرسة في بغداد والمحافظات. إن شاء الله بحلول نهاية شهر نيسان راح يكون العدد 250، يعني نقدر نوصل نقول وصلنا إلى 25% من المشروع. في تشرين الثاني من السنة الحالية حسب الخطة اللي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه يتم إنهاء المرحلة الأولى البالغة 1000 مدرسة وموزعة على جميع المحافظات. إن شاء الله ستدخل الخدمة في بداية العام الدراسي المقبل في بغداد والمحافظات. إيش قد العدد الإجمالي للمدارس التي يجب بنائها في العراق بهذه الاتفاقية؟ العراق يحتاج إلى آلاف الأبنية المدرسية. عندنا مدارس تحتوي على دوامين مزدوج وثلاثي، وعندنا مدارس كرفانية وطينية، وعندنا مدارس متهالكة متهرئة. بالتأكيد إحنا نحتاج آلاف.
مشروع الأبنية المدرسية النموذجية هو مجموع مراحله، هو 8000 مدرسة على 3 مراحل. بالتأكيد هذا العدد راح يكون مو نقول كافي، لكن راح يسهم إلى حد كبير بالحد من ظاهرة نقص الأبنية المدرسية. أيضا هنالك مشروع المدارس وزارة التربية رقم 1 المتلكئ، متلكئ من سنة 2010 ومجموعة بحدود 1740 مدرسة. وليش متلكئ دكتور؟ التلكئ صارت أكو مشاكل قانونية وإدارية وفنية من الشركات المنفذة، للأسف بعض الشركات كانت شركات حكومية، توقف المشروع عدة سنوات، لكن بالفترة الأخيرة كان هنالك توجه من الحكومة لإحياء هذا الملف. الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلفت بإدارة هذا الملف، كان هنالك 19 مشكلة قانونية حلت جميعها، عقد جلسات مع الشركات المنفذة الحكومية والقطاع الخاص، مشى المشروع، متابعات مستمرة لغاية الآن، أنجز بحدود 440 إلى 450 مدرسة من هذا المشروع، ومراحل العمل مستمرة. الآن وزارة التربية تعمل على هذا الملف. أيضا هنالك ملف تأهيل الأبنية المدرسية. السنة الماضية وزارة التربية أعتقد 400 إلى 450 عملت على تأهيلها. أيضا عندنا تنمية الأقاليم، هذه كل محافظة مسؤولة عن توفير الأبنية المدرسية بحسب موازناتها. كذلك الصندوق العراقي للتنمية اللي وجه سيد رئيس مجلس الوزراء بتأليفه مؤخرا، أعتقد راح تكون الخطوة الأولى هو التعاقد مع وزارة التربية لبناء ألف مدرسة، وأيضا الهيئة الوطنية للاستثمار ألف مدرسة بالتعاقد مع التربية. أيضا عندنا فريق التواصل الإلكتروني الحكومي في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أطلق برنامج اسمه مدرستي أجمل، هذا استهدف المدارس حاليا في مدينة بغداد لتأهيلها كتأهيل ابتدائي لحين. شنو تأهيل ابتدائي من حيث الصبو يعني الرحلات وهذه الأمور؟ صار إحصاء للأبنية المدرسية المتواجدة في بغداد، تم التوجه نحو المدارس اللي تحتاج تأهيل اللي ما يتجاوز اليومين أو 3 أو أسبوع، صبغ، تبديل زجاج، تأهيل بعض الأمور الكهربائية، بعض التصليح أو تجهيز رحلات جديدة، سبورات، هذه البسيطة. بحدود 35 إلى 40 مدرسة أنجزت. أيضا تم تأهيل وتجهيز المدارس بشبكات إنترنت، والعملية راح تتوسع إن شاء الله بحلول العطلة الصيفية. طيب. وراح يستهدف عدد آخر من المدارس. دائما المواطن يلقي اللوم إما على الحكومة إما على الشركات المنافذة، يقول لك متلكئة. اليوم هذه الشركات نجحت في توفير الأبنية المدرسية بشكل جيد من حيث السعة والتصاميم وهذه الأمور؟ سيدتي العزيزة، المسؤولية هي تشاركية ما بين الشركة ما بين الحكومة ما بين الجهة القطاعية. العامل الأهم هو كيفية نتابع هذا المشروع. نتحدث عن مشاريعنا الحالية اللي أنجزت خلال هذه السنة الماضية وبداية هذه السنة، نجحت لأسباب عديدة، أهمها أنه السبب الأول اختيار الشركات الرصينة اللي سيرتها الذاتية معروفة لدى الجميع وإلها أعمال مماثلة وتمتلك رصيد مالي، وكذلك المتابعة المستمرة. هاي 3 عوامل نجحت المشاريع، وعندنا مشاريع افتتحت بفترات أقل من الفترة المقررة. طيب. نتحدث عن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية. أيضا هذا المشروع هو استثنائي، يحظى باهتمام استثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، كونها الجهة المعنية القطاعية بالإشراف على التنفيذ. شركتين صينيتين تم توزيع المواقع الألف عليها في عموم المحافظات، متابعة دورية، زيارات ميدانية مستمرة نهارية وليلية. كادر قناة الأيام مشكور جدا رافقنا إلى محافظة البصرة ولاحظ عملية المتابعة وعملية المراحل العمل والإنجاز، اجتماعات دورية بالأمانة العامة. نتحدث هذا المشروع هو أول مشروع ضمن الاتفاق العراقي الصيني، هو أول مشروع من نوعه ينفذ بالعراق من ناحية التصاميم، من ناحية البناء. التصاميم هي بإعادة عراقية، المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار نفذ لنا 4 تصاميم تمت المصادقة عليها، السعات هي 12 و18 و24 صف. تفاصيل المدرسة راح يكون بها
عدا القاعات الدراسية أجنحة إضافية، قاعات إضافية للدراسة الإلكترونية. التأثيث لنفس الشركات لو على غير الشركات؟ التأثيث راح يكون عقد منفصل بحسب توجيه اللجنة العليا لبناء المدارس. كان توجيه سيد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم الإعلان، وبالفعل تم الإعلان عن دعوة الشركات لتقديم عروضها لتأثيثها بالأثاث الملائم، والدعوة أيضا شملت القطاعين الخاص والعام، حتى تكون هنالك حسب التوجهات الحكومية أنه الشراكة مع القطاع الخاص، حتى ننطي فرصة للشراكة مع القطاع الحكومي ودخول السوق. بعد كل المشاريع اللي حضرتك هسه تحدثت عنها، راح ننتهي من المدارس الكرفانية والطينية والدوام لثلاث شفتات صباحي ومسائي وليلي، اليوم راح نحل هذه المشكلة لو لازم المواطن يصبر بعد شوي؟ لا، بالتأكيد التوجه الحكومي نحو إنهاء هذه الظاهرة نهائيا إن شاء الله راح يكون الآن باشرنا وانطلقنا نحو الوصول إلى مرحلة بعد ماكو دوام مزدوج وثلاثي وماكو مدرسة كرفانية وطينية بالعمل بهذه المشاريع اللي ذكرتهن، الأبنية المدرسية النموذجية، وزارة التربية، تنمية الأقاليم وبقية المشاريع. زين، هذه الأبنية المدرسية راح توفر بشكل جيد للطلبة، ما يحيط هذه المدارس؟ يعني حضرتك تعرف حادثة البصرة، اليوم أكو راح يكون متنفس للطلاب ما حولها يكون مؤمن للطالب؟ لو راح تبقى يعني فقط المدرسة وحول المدرسة للأسف هو مدمر وغير آمن. لا بالتأكيد، احنا نتحدث عن الموقع المدرسة المشروع، احنا اللي مسؤولين عنه. بقية الملحقات اللي هي تحيط بالمدرسة أكيد هي من اختصاص الدائرة البلدية المعنية، سواء لا أنا أتحدث عن الأماكن، هل الأماكن مالتها أماكن صحيحة هذه المدارس؟ نعم بالتأكيد، هذا صار تنسيق مع الحكومات المحلية بالمحافظات ومديريات التربية، والتربية هي اللي رشحت المواقع، أغلب المواقع هي في مناطق سكانية قريبة من المنازل، وأيضا حتى وصلت إلى القرى والأرياف. أنا أتذكر في البصرة وفي كركوك وأيضا في ذي قار هنالك مدارس كرفانية أنشئت بجوارها مدرسة جديدة، وأيضا قبل يومين كنا في ذي قار كان هنالك مدرسة قديمة جدا من الستينات والسبعينات انبنت بصفها مدرستين، وهي راح تكون أيضا بديلة. هي هاي الخطة الحكومية أنه إحنا كيف نوفر بيئة آمنة للملاكات التعليمية وتلاميذنا. طيب، للدراسة. أبرز التحديات اللي تواجه فريقكم اليوم شن هي؟ إن شاء الله ماكو تحديات، يعني مو كلش ماكو حتى ما نكون متفائلين. نعم توجد تحديات، يعني مثلا في بداية انطلاق المشروع واجهنا التحدي الأكبر اللي هو عدم توفر المواقع الخاصة، كون أنه هاي المدارس هي مساحاتها 2500 إلى 3500 متر مربع. نعم. وهذا واجهنا صعوبة بالحصول عليه في داخل المناطق الشعبية، لكن بجهد. هاي تتحدث في بغداد للمحافظات؟ في بغداد والمحافظات، في بغداد واجهتنا في مدينة الصدر، في مدينة الشعلة، لكن بجهد وتنسيق عالي المستوى مع مديريات التربية استطعنا أن نجد بدائل ونوفر هذه المواقع. التحديات الأخرى هي التحديات الظروف الجوية، التقلبات الجوية هذه أيضا تأثر، احنا نعرف من تكون أمطار أو ارتفاع درجات الحرارة، لكن كتحديات حقيقية أنه توقف العمل لا، هذا ما صار دائما في حالات بسيطة جدا. أي التحديات تكون مالية بصراحة أتكلم. نعم. دكتور حيدر، اليوم الحكومة تولي القطاع التعليمي والتربوي اهتمام خاص، اليوم التخصيصات المالية كافية؟ نعم، كل المبالغ مرصودة للمشروع، صار عندنا توقف بسيط جدا بسبب أنه الموضوع السيولة المالية، يمكن ما طول أسبوع أو 10 أيام، لكن كان هنالك تدخل من مجلس الوزراء، من السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا مع البنك المركزي، والأموال تصرف بحسب التوقيتات الزمنية. احنا نعرف أن كل مشروع هنالك ذرعات العمل تقدم إلى الجهة القطاعية، وعلى أساس الذرعات تصرف الأموال، كل هذه الأموال موجودة ومرصودة ولله الحمد ماشية الأمور بسلاسة إن شاء الله. بعد ما تكمل هذه المشاريع شقد راح نفقد من المدارس القديمة والمتهالكة، وشو راح تتخلصون منها؟ هذه تبقى على مديريات التربية بالتأكيد أنه كيف يتم التخلص منها، أنه أما تهدم وتبنى غيرها أو تؤهل. وأنا أتحدث عن المساحة، المساحة جيدة راح تستثمر في بناء مدارس بعد؟ بالتأكيد بالتأكيد، إحنا إذا صار عندنا بديل لهذه المدرسة القديمة والمتهالكة أكيد راح تكون عندنا فسحة أنه
نقدر نستخدم هذه المدرسة مثلا، يعني هذه حسب رؤية وزارة التربية بالتأكيد. أنه تهدم ويبنى مكانها آخر أو تؤهل إذا كانت تحتاج فقط لعملية تأهيل. شو كنت راح تنتهي المشاريع بشكل كامل؟ حضرتك قلت لي 8000 مدرسة ستبنى في العراق، شو كنت راح تنتهي في أي عام؟ المرحلة الأولى 1000 مدرسة خلال تشرين الثاني إن شاء الله، هذا ما عزمت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. والمشاريع الأخرى؟ المشاريع الأخرى ماشية. 8000 مدرسة مو صحيح؟ نعم، احنا عند ما تنتهي المرحلة الأولى ننتظر القرار اللجنة العليا اللي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء في آلية وكيفية الشروع بالمرحلة الثانية. بالمناسبة احنا لغاية الآن وصلنا إلى نسبة يعني 70 إلى 75% بتهيئة المواقع للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية 3000. نعم. تنسيق مع ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والحكومات المحلية ومديرية التربية فيها. عندنا الآن بحدود 70% من هذه المواقع جاهزة الآن. نعم. في المحافظات المحررة من الإرهاب في الموصل الأنبار غيرها، واجهتكم تحديات هناك؟ ابدا ما كان اكو اي تحديات، بالعكس احنا قبل اسبوعين كنا في نينوى وكركوك وديالى في زياره لمده اسبوع. العمل يسير بوتيره عاليه. بالمناسبه الشركات الصينيه في كل المحافظات تلاقي ترحيب كبير جدا من المواطنين، واصلا هم ساكنين بنصهم يعني مو بعيدين. نعم. يعني مأجرين السكن مالتهم بالمناطق السكنيه ومرحبين، هنالك ترحيب كبير. طبعا الشركات الصينية تحظى بترحيب كبير من قبل غالبية الشعب العراقي، فما عندنا أي مشكلة ولا أي تحديات بهذا الأمر. طيب بسؤال أخير، بماذا تبشر المواطن العراقي اللي عانى الأمرين من الأبنية المتهالكة من حيث المدارس وهذا الجانب؟ إن شاء الله راح التلميذ وذوي التلاميذ كذلك الكوادر والملاكات التدريسية والتعليمية راح يشاهدون مدرسة تليق بمكانتهم، تليق بمكانة العراق. هذه المدرسة نموذجية من كل شيء، من مساحاتها، من كل المتوفر بها. يعني تخيلي أنه هذه المدرسة راح يكون بها مكان سكن خاص للحارس ومؤثث، وبداخل حمام ومطبخ ومكيف. راح يكون عندنا قاعة خاصة، صف خاص بالمرشد التربوي، راح تكون عندنا قاعة للمكتبة، قاعة للدراسة المختبرية، راح تكون عندنا مجامع صحية تليق بالطالب. المدارس كلها مجهزة بأنظمة الصوت والإنارة المتكاملة والإنترنت ومكافحة الحرائق، منظومة تحلية المياه، كل التفاصيل راح تكون. حتى بعض يعني أغلب المدارس راح تكون بها مساحات خضراء في الساحات الأمامية والخارجية. الله. شكرا جزيلا للمتحدث باسمي فريق الإعلام الحكومي، نورتنا الدكتور حيدر المجيد. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاح. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم. وزارة الصحة تعلن تطعيم نحو 5 ملايين طفل ضد مرض الحصبة منذ انطلاق الحملة. وزارة العدل يعلن شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات براتب الحماية الاجتماعية. هيئة النزاهة ترص شبهات فساد بمشروع بكلفتي 2 ملياري دينار في كركوك. ورئيس هيئة الاستثمار يعلن أن الجولة الثانية للمشاريع السكنية تتضمن بناء 10 مدن. أخيراً الأنواء الجوية تتوقع تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الغد. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على خير.